مكانك السجن. يقول النائب البرلماني عن حزب تواصل محمد والمحمد مبارك ردا على النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية داهول صهيب بعد مطالبته بمأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني من خلال تعديل دستوري. واعتبر ول صهيب أن التعديل الدستوري الذي يتيح للرئيس ترشح لمأمورية ثالثة أصبح مطلبا شعبيا تبرره الإنجازات التي تحققت في ظل حكم ول عبد العزيز، مطلب أثار جدلا وملاسنات قوية بين نواب البرلمان في جلسته الحالية التي تناقش ميزانية العام 2019. طيب مالك، ما عليك جواب؟ خلونا مشادات وملاسنات استمرت إلى ما بعد رفع الجلسة الاعتيادية. واعتبر النائب عن حزب طلائع التغيير أن المطالبين بمأمورية ثالثة للرئيس محمد عبد العزيز من داخل البرلمان أو خارجه يتمنون له مصير الطغاة ويخالفون الدستور، وأن هذه المطالب جزء من النفاق السياسي العام على حد تعبيره. أعتقد أن المطالبين بمأمورية ثالثة داخل البرلمان أو خارجه يخالفون الدستور أولا، يخالفون سنة الحياة في التداول على السلطة، لا يضمرون الخير لرئيس الجمهورية إذ يتمنون له مصير الدكتاتوريين والطغاة، لا يطلبون الخير لهذا الشعب الذي بمصلحته الأمن والاستقرار، لا يتمنون التنمية لهذه الميزانية إذ الأمن مرتبط بالتنمية والتنمية مرتبطة بالأمن. كل مطالبة بمأمورية ثالثة هي جزء من النفاق السياسي بهذا البلد. المأمورية الثالثة والنقد العام غير الموثق وخطاب الإشادة بالنظام وحكومته كلها مواضيع خيمت على جلسة النقاش الحالية المخصصة لنقاش قانون الميزانية الأصلي للعام المقبل. لليوم الثاني على التوالي تتواصل جلسة نقاش ميزانية 2019 بالجمعية الوطنية، نقاش لم يفوت بعض النواب فيه تسهيل موقفهم المطالب بتعديل دستوري يتيح للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز مأمورية ثالثة، وهو موقف أثار الكثير من الجدل هنا بالجمعية الوطنية كما سيثير الكثير من الجدل في الشارع الموريتاني. محمد ناجي، قناة المرابطون، نواكشوط.